مرحبا، انا اوجن نبالي من اعزف.com، وبهذا الفيديو راح نتعلم اغنية هاي دار العز اللي هي على مقام البيات، واللي راح نعزفها بهذا الفيديو من درجة الري. في البداية بنستعرض المقام كالتالي: نرجع نعيد المقام بصورة ابطأ، بنركز على العلامات المميزة اللي فيه، اللي هي راح تكون ري فاضي، ميوس بمول، فا ناتشرال، سول فاضي، لا ناتشرال، سي بمول، دو فاضي، وري ناتشرال، وبنرجع في المقام. تمام، نبدأ بالأغنية. هلا أول ثلاث برات هم راح يكون عبارة عن المقدمة، راح تكون بصورة أبطأ، بعدين بنسرع بالبار الرابع. هلا راح تكون كالتالي: اوكي، نرجع نعيد هالجزء كمان مرة. كمان مرة بصورة أبطأ. السولفيج تبعه راح يكون كالتالي: دو ري مي 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 فا مي ري فا مي ري دو مي. هلا نص البار الثاني والبار الثالث نرجع نعيد نفس الجملة، فراح تكون الثلاث بارات كالتالي: هيك نكون خلصنا المقدمة. رح نبدأ بالبار الرابع بالأغنية، واللي هي بتصير أسرع شوي، رح تكون نرجع نعيد هالجزء كمان مرة. ناخده بصورة أبطأ. السولفيج تبعه بيكون كالتالي: دو ري مي 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 سول فا سول فا مي فا مي ري دو مي. هلا التكمله راح تكون زي هذا الجزء، واللي هي راح تكون كالتالي: فا. لو بناخذها كلها من الاول، المقدمه مع تكمله الاغنيه راح تكون كالتالي: وبهيك نكون تعلمنا أغنية هاي دار العز على مقام بيات الري.